الخير يلي معنا الكل. الجمعة 19 أكتوبر 2012 جمعة مباركة وسعيدة للجميع. على بركة الله ننطلق معاكم في هذا البث المباشر الذي ينطلق من الآن ويتواصل على امتداد ساعتين. نحاول نرافقكم من خلال مجموعة من الفقرات المصورة إلى جانب مجموعة من الاستضافات إن شاء الله الكلكم تلقوا اللي تستناو فيه من خلال مجموعة الفقرات اللي باش تكون حاضرة في يلي معنا اليوم. الاستضافات باش تكون حاضرة، الفقرة الدينية باش تكون حاضرة، فقرة التغذية كما عودناكم في كل جمعة من خلال حضور أخصائية العليا في التغذية السيدة فاطمة بن حفصة. أيضا باش تجيبكم على مجموعة من الاستشارات اللي تحبوا تسألوا عليها في مجال التغذية، أيضا أسئلتكم الدينية إن شاء الله تلقوا عليها الإجابة من خلال حضور ضيفنا اللي عودكم إنه يكون حاضر معنا في صبيحة كل جمعة من خلال برنامج يلي معنا، الإمام الخطيب فوزي التومي. جمعية بلادي أيضا باش تكون حاضرة من خلال ضيوف وممثلين عن جمعية التآلف للتنمية، إلى جانب طبعا العيد الكبير وحديث عن الأضاحي، الأسوام، الأسعار، العلوش المستورد، العلوش المحلي. باش يكون حاضر للحديث أكثر تفاصيل في هذا الموضوع ممثل عن وزارة التجارة، طبعا فقرة الطبخ الفقرة القارة، إلى جانب مجموعة من الفقرات المصورة نتعرف عليها من خلال سومير البرنامج توب. البداية كالعادة تكون بحدث وتاريخ أحداث صارت كما اليوم 19 أكتوبر سواء على صعيد المحلي أو الوطني. كما قلت في بداية هذا البرنامج عيد الأضحى باش يكون حاضر من خلال روبورتاج مصور. بورتري اليوم باش نحكيو على مهنة ربما تكون مرتبطة بالعيد الكبير وهي بورتري فحام، بيع الفحم. المعالم الدينية باش ناخذوكم اليوم لأحد أبرز المعالم الدينية اللي في بلاية زغوان، الجامع الكبير في زغوان. البداية تكون نهديو لكم هذا النغم الديني بإمضاء الفنان فوزي بن قمرة ونرجعوا باش ننطلقوا في حلقة اليوم. تفضل. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، صلاتي وسلامي على رسول الله. هذه المدينة فيها نبينا، هذه المدينة فيها نبينا، هذه المدينة فيها نبينا، فيها أحمد أبا القاسم خير البرية. الحمد لله والشكر لله،
من جديد مرحبا بكل من التحق بنا الان انتم في متابعتنا في هذا البث المباشر اللي يمتد على امتداد ساعتين ونحاولوا من خلالها باش نرافقوكم وان شاء الله كلكم تلقاو اللي تستنوا فيه تلقاو اجابه على اسئلتكم الدينيه نصائح في التغذيه والمراه ايضا عندها نصيب كبير في برنامجنا اليوم من خلال حضور الشيف اريده اللي تعوض الشيف مزاكي لاسباب صحيه يتخلف اليوم. شيف صباح خير. شنو احوالك؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. نبداو نحكيو شويه الساعه شنو باش نطيبوا اليوم؟ تقوليش حاجه مرتبطه بالعيد الكبير على خاطر مازال بكري ظهر. خلينا نقصوا شويه يقرب العيد يولي العلوش وكل شيء بالعلوش نحاول نخفوا اليوم. لا لا ان شاء الله. اولا نقول السلام عليكم للساده المشاهدين، مرحبا بكم وان شاء الله نقدموا لكم الحاجه الباهيه في المتناول و وعلى قد مستوى المكتوب اللي موجود ان شاء الله. شنو اخترت اليوم باش؟ والله اليوم اخترت حاجه قديمه شويه. قديمه يعني؟ قديمه يعني الحاجه اللي نستعملوها في الدار نتاع المتوسط. انا قبيله نحكي في الكوانيس انا وشيفه قالت لي انا راني نطيب في ماكله من قاع الخابيه ونحاول ديما وقت اللي تجيني فرصه باش نعلمها للجيل الجديد باش ما تندثرش الماكله هذيا. كيفاش انت ما تطيبش السوري جمله؟ لا انا عندي معناها الحمد لله الكويزين الانترناسيونال. اوكي يعني المطبخ العالمي. المطبخ العالمي يعني الانسان فين ما هو دخل الكوجين فين ما تحطه ما شاء الله عليه. معناها عندي المغربيه عندي التايلانديه الحمد لله الطليانيه. لكن ديما حنينك للتونسي وحده. التونسي انا مختصه في الاكله التونسيه الحمد لله في خدمتي ويا ربي لك الحمد والشكر. باهي. اش اخترت اليوم؟ نعطي دبارة فكره للسيدات وربات البيوت الموجودين اليوم ان شاء الله وحايرات شنو ان شاء الله. معناها نقول لها الاخت والفتاه والكل ما تحيرش، احنا اليوم اخترنا شربه نتاع خضره جافه وخضره حيه يعني منفعه للصغيرات منفعه لينا وتعوض البعض من اللحم والدجاجه والدندول اللي هو. اخترت باش نعمل شربة فريك بالمكسرات الجافة والخضر الحية. شربة فريك بالمكسرات. بالمكسرات. جافة. جافة مع شوية دند ولا هو دجاج ولا لحم اللي تقدر عليه. هو نورمالمون معناها راني ما نحطش شربة فريك، نحط الخضر الجافة الكل. وحدها فيها تعوض اللحم. اما انا قاعدة نشوف شافة في العدس غادي، هيك عدس ولا ليه؟ هذا يعني عدس. شنو ما تقوليش باش نحطوا مع بعضهم الشوربه والعدس؟ لا لحظه عاد انا باش نفسر لك. هذا العدس، هذا السفناري، هذا الفول المصري، هذا الكلافس، هذا شويه الهريسه العربي، هذه الطماطم وهذه الشوربه فريك. انا قلت لك معناها نورمالمون نحط الشوربه فريك. اما معناها باش تعوض وتجي متكامله شوربه فريك فيها تغذيه كامله. فهمت؟ وصحيا اكثر. باهي؟ واضح. هذا علاش حبيت باش نحط شويه شوربه فريك في الخضر هذه. اللي هي نتاع الشربة. فهمت؟ شربة خضرة نورمالمون. شربة خضرة. شربة خضرة نورمالمون. شربة خضرة به. هذه أنا أضفتها. إضافة مش فقط للبنة، أنت حبيت ربما تحصل الفايدة. الفايدة الكافية للطبق، للسوب، للشربة. يعني كي نحطوا العدس مع الشربة ما يقلقش. لا ما يقلقش. ما يقلقش. نجم ما تحطش اللحم. ما تحطش الدجاج. ما تحطش. اما انا علاش عملت شويه دجاج؟ خاطر شويه عندي حاجات ناقصين سينو ما نحطش هذايا. نجموا نشوفوا المكونات الشوربه هذيا على الشاشه هكاك نعطيكم فكره باش تنجموا تحضروهم في عقلكم. الشوربه هذه اسمها شوربه تونسية. شربة تونسية. شربة تونسية يعني فيها الفول المصري. فيها الفول المصري. فيها العدس. فيها العدس. فيها الهريسة. فيها العربي والسوري. العربي والسوري. علاش؟ والله الهريسة العربي هي ما تغليش، وإذا كان باش تغلي باش تقضي لك على النكهة اللي موجودة في الأكلة هذيك نحطها في الأخر بالكل. هذه مثلا أنا حاجة تعلمتها اليوم، معناها الهريسة العربي نحطوها في الأخر. هي في الأخر. معناها اللي قال لي الماكله بالهريسه العربي غلط. غلط وهي هذه الغلطه الاولى عندي انا به. لا اله الا الله محمد رسول الله. نكملوا قلنا صدر الدجاج. صدر الدجاج. الشوربه الفريك. الشوربه والثوم. الفريك والثوم. السفناريه. السفناريه. الطماطم معجونه. وال طبعا واللفاحات كل واحد يظهر لي وحسب اختياراته خاطر فما شكون ما ينجمش في الاكحل فما شكون ما ينجمش. يعطيك الصحه. نعم. يعطيك الصحه. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه بالنسبه للشربه. للشربه نتاعنا ان شاء الله.
الطبق الرئيسي شيف وليدة؟ الطبق الرئيسي اليوم حبيت نعمل شوية فلفل محشي، هو ماهوش غريب، الناس كلها تعرفه ما شاء الله، أما أنا نعمله بطريقة أخرى وجديدة. فما اللي طيب اللحم، فما اللي يحط اللحم ناي. أنا اخترت اليوم باش نعمل شوية فلفل محشي، فيه شوية لحم مفروم، فيه جبن، فيه بصل، فيه معدنوس، فيه لفاحات اللي هي شوية تابل وكروية، وفيه شوية ملح، شوية فلفل كحل، شوية كركم، وفيه كعيبة، كعيبة عظام، أنت والخليط متاعك. يعني العظام مش بالضرورة تكونوا ثلاثة كعبات اللي نشوفوا فيهم على الشاشة. لا لا لا. وقت اللي تشوف الخليط تماسك يعطيك الصحة، تنجم تكتفي بالقدر هذاك نتاع العظام. ويتخلطوا مع بعض، ونحشيك الفلفل هذاك ونحطه في الطبيق، نكيت زيت من فوق وفي عود باش يتقلى يمشي في الكوشه. مكونات الفلفل المحشي نشوفوهم على الشاشه الان، به يعني حسب الاختيار قداش الفلفل الاخضر اللي يحبوه، اللحم المفروم، المعدنوس، الجبن، العظم، الروز الابيض، والملح والفلفل الاكحل. انا باش نسالك شايفه الروز الابيض علاش؟ الروز الابيض هذاك للحلويات. معناها احنا سامحونا هذا خطا، الروز الابيض يتكتب في المكونات نتاع الدسير نتاعنا تو نشوفوهم بعد. يعني فقط اللحم المفروم، الجبن، المعدنوس، العظم والفلفل. اللحم المفروم شايفه باش تقليه ولا باش تخليه كما هو؟ لا راكي تنجمي تقليه وتنجمي تخليه ناي. علاش؟ خاطر البصل والمعدنوس يصيب الماء نتاعو، تعيبة العظم مع شوية جبن يعطي حاجة باهية، وتخلطهم وتحشيه ناي. واضح، يعطيك الصحة. إيه دي السر نتاعنا، وين نشوف في الحليب، ونشوف الفستق، ونشوف في الدقلة، ونشوف توا نشوف الروز، ونشوف في السكر، وهذا يظهر لي زهر. هذيك عطر شيء. عطر شيء، مش بعيدة برشا به. به. إيه دي السر نتاعنا شنو شايفة؟ دي السر نتاعنا هو اليوم عندنا محل بيع. محل بيع صحيح الناس كلها تعرفها، ولكن لازمنا نغيروا فيها ونعملوها. انا هكذا انا باش نطيب المحل بيا، باش تترحى المحل بيا، عندي معاها المحل بيا، وعندي معاها الدقله، وعندي معاها الفستق، عندي معاها السكر. شنو قلتي باش الحليب باش تترحى؟ باه هذايا الرز الابيض كيف باش يطيب؟ باش نعملو ستيل كاسي، او اذا كان انت طيبته تتهرى الكعبه تستغنى على الرحيان تاعو. نعم باهي. بعد ما يطيب، واضح واضح، بعد ما يطيب تحط له شويه السكر نتاعو، حكايه دقيقتين ثلاثه، تخلطوا تهبطوا المكونات. تظهر على الشاشه امامكم الان. بون، ديما احنا رانا نقولوا 150 غرام، لكن ديما حسب افراد العائله والعباد اللي عندنا، معناها باش نقدموا لهم الطبق هذايا. دونك روز ابيض، الحليب، الفستق، الدقله، السكر، والعطر شيء. والعطر شيء. باهي، طيبوا الروز سيل محل بيا طابط. نطيبوا الروز في الحليب؟ في الحليب شويه ماء، حتى اذا كان تحب تحط باش يجيك خفيف شويه ماء وشويه حليب. واضح. كي تيب تاخذ الوعاء نتاعك، تحط شويه روز مرلوطه، شويه محل بيا، شويه فاكي، شويه دقله. بعد تكمل الكوش الثانيه نتاع المحل بيا اللي هي طابت. بعد شويه دقله وشويه فستق من الفوق، وتقدموا تاكلوا صحه وبشفاء. تحط شويه عطر شيء. احنا من بعد تو نذوقوا، ما باش نخليو لك الوقت باش تبدا طيب الشربه التونسيه، تعمل لنا الفلفل المحشي، وبالطبيعه دسير المحلبيه كما كنا نشوفوا فيه. لكن نبداو ننطلقوا في فقرتنا المواليه، حدث وتاريخ، احداث صارت بتاريخ 19 اكتوبر من سنوات مختلفه. في 19 من أكتوبر عام 27 و800 ألف، تم تحطيم الأسطول المصري في معركة نافارين على يد الأسطولين الروسي والبريطاني، اللذان خشيا من ازدياد نفوذ محمد علي بعد استدعاء السلطان العثماني للجيش المصري لإخماد الثورة ضد الدولة العثمانية. وانهزم العثمانيون هزيمة كبيرة، وكانت بداية الانهيار البحري للإمبراطورية العثمانية. وفي 19 من أكتوبر لسنة 97 ألف، وقعت اتفاقية لاهاي لحل النزاعات الدولية سلميا. وفي عام 45 و900 ألف، حلت محكمة العدل الدولية محل منظمة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية، فأصبحت هي الذراع الاقتصادي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة، ويقع مقرها في لاهاي بهولندا.
وللمحكمة نشاط قضائي واسع وهي تنظر في القضايا التي تضعها الدول أمامها، كما تقدم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك. وتوفي في 19 من أكتوبر لعام 1941 الأديبة الفلسطينية مي زيادة، وهي شاعرة وأديبة ومترجمة لبنانية فلسطينية. ولدت في الناصرة عام 86 و800 وألف. اسمها الأولي كان ماري إلياس زيادة، واختارت لنفسها اسم مي. وكانت مي زيادة تتقن 6 لغات، منها الفرنسية والألمانية والإنجليزية والإيطالية، وكان لها ديوان باللغة الفرنسية. وفي 19 من أكتوبر لعام 89 و900 وألف ضرب زلزال شديد مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية وألحق بها أضرار وخسائر جسيمة، وحصلت الهزة الأرضية بقوة 7 درجات وسببت انفجار بقوة 2000 كيلو طن، واستمرت 15 ثانية، وحطم بعض أجزاء المدينة خصوصا المناطق القديمة تحطيما هائلا، ومات عشرات الأشخاص بسبب هذا الزلزال، وكانت تلك الثاني هزة في القرن العشرين من حيث الشدة. مرحبا بكم من جديد. الجمعيات وجمعيات بلدي تكون حاضرة هي الحقيقة في مختلف برامج قناة حنبعل، وفي إطار ترجيع القناة على دعم العمل الجمعياتي، مجموعة من الجمعيات نسعد عوان حاولوا نتعرفوا عليها ونعرفوا الشباب وحتى غير الشباب عليها لمزيد تأهيلهم ولمزيد إدماجهم وحثهم على الاندماج في العمل الجمعياتي. تحضر معنا اليوم السيدة كريمة شتيبة رئيسة جمعية سند للتنمية الاجتماعية، مرحبا بك. مرحبا. يحضر معنا أيضا السيد منير حيزم رئيس مركز تآلف لتنمية الجمعيات، مرحبا بك سي منير. وبيك عشكرا. السؤال اللي يمكن يتبادر للأذان والسؤال الأول توا، رئيسة جمعية واضح، المركز تآلف لتنمية الجمعيات شنو علاقته بجمعية سند للتنمية الاجتماعية؟ هو توا بسم الله الرحمن الرحيم، هو كيفاش العملية؟ احنا مركز تآلف علاش تكون؟ تكون لأنه اللي هم مكونين مؤسسين المركز هذا كلهم ينشطوا في جمعيات، فلما معناها احنا قاعدين نتعلموا توا العمل الجمعياتي في تونس، نتعلموا فيه، ما كانش فما عمل جمعياتي، توا الناس الكل قاعدة تتعلم والناس الكل تحب تعمل عمل جمعياتي، تحب تعمل عمل خير. هو مش ما كانش، ربما كان فما ضيق شوية، ضيق شوية المجال كان مسكر معناها، فهمت؟ توا أكثر حرية، أكثر حرية، أكثر واحد، معناها توا الناس اللي يحب يعمل جمعية، اللي يحب يعمل عمل، اللي يحب يكون في المجتمع المدني، معناها ينجم يعمل. فاحنا لاحظنا أنه احنا عندنا قلة خبرة، وعندنا زاد التنظيم، تنظيم راهو جمعيات معناها مهم جدا حتى يكون العمل ناجح في العمل الجمعياتي. وهذا علاش قررنا باش نعملوا مركز تآلف لتنميه الجمعيات. هو احنا نعملوا وقتاش تأسس سمونيا؟ هذا تأسس عنده توا 6 أشهر، جديد. وبدينا باش نعملوا توا ريلاسيون، نعملوا علاقه بين الجمعيات ونشوفوا نتكلموا احنا باسم الجمعيات في عمل تطوعي، في عمل معناها اي اكسيون يحبوا يعملوها. معناها توا احنا توا نعطيك بعد شويه في العمل في 6 أشهر هذا شنو اللي قمنا به، باش تشوف انه تعاملنا. اخترنا توا 8 جمعيات اللي خدمنا من بعضنا بين الجنوب والوسط والشمال. نعم. في مركز تآلف يتصل ولا يتصلوا به الجمعيات ويقولوا رحنا احنا عندنا عمل نحبوا نقوموا به. فما تو كما نقولوا كما كان قبل، فما قفة رمضان والعيد والعيد الصغير والعيد الكبير، العودة المدرسية، في بلاس كل جمعية تخدم وحدها وتمشي للعائلات، ويصير انه فما عائلات جهه 3 4 إعانات، خاطرش فما برشا جمعيات في نفس المنطقه ويعرفوا العائله هذيك هي محتاجه ومعوزه فيمشيوا لها، يولي فما انه المركز تآلف هو اللي ينسق بينهم، تولي فما باز دو دوني، فما علاقه بين الجمعيات، انه الجمعيه كل جمعيه معناها تعاون عائله برك. سي منير، التنسيق هذا يتم معناها حسب خلينا نقول اذا انشطه تكون معناها موحده والا على اختلاف الانشطه نتاع الجمعيات؟ على هو على اختلاف. احنا شنو نقولوا احنا تو كيفاش نعملوا؟ احنا تو عملنا اولا معناها عملنا حصص معناها نتاع التنميه، معناها جبنا مدربين عالميين، عملنا لهم معناها الجمعيات نستدعوهم يعملوا معناها تكوين مجاني باش يتعلموا كيفاش التصرف، كيفاش يعمل، كيفاش يمشي خاطب معناها العائله المعزه. راهو اسر، تعرف العائله المعزه ساعات تلقى عائله معزه معناها تتحرج كثير كيف تمشي لها، راهو
فمناسك اللي حتى كان معوز ويستحق اعانه يحشم كيف تجي ثلاثه اربعه خمسه بنات يدخلوا لدار ويبداوا يشدوا فيه كل شيء، فما معناها فما راهو تنسيق طرق للتواصل ما تحسسش الطرف الاخر اللي ينجز معاه. انا راهو معناها العمل الخيري هو عمل خيري يقول انك راهو ماكش تنتظر من الناس باش تقول لك يعطيك الصحه شنو عملت، ولا واحد انت تعمل في عمل خيري باش تهز شويه النيفو نتاع المجتمع وتعاون الناس، وانت وصيت بين اللي عنده الامكانيات واللي ما عندوش. أقدر نرجع لك سي منير باش نحكيو على كيفية ربما اختياركم، هل أنتم تختاروا الجمعيات اللي تنضوية تحت هذا المركز وإلا الجمعيات هي اللي تختار؟ سيدة كريمة، جمعية سند للتنمية الاجتماعية قداش عمرها؟ هي قانونيا يعني خذت تأشيرتها في سبتمبر 2011. نعم. عم بدينا نخدموا من مارس 2011، ونحن أهداف الجمعية متاعنا هي مساندة العائلات المعوزة ذوي الحاجات الخاصة وخاصة المدارس ذات الأولوية، ومركزين على مدرسة في معتمدية فرنانة، مدرسة الرميلة، عملنا فيها عدة أنشطة، قمنا فيها بتكريم التلامذة في على مستوى سنتين في 2011 في 2012. أتوا نرجعوا للأنشطة سيدة كريمة، لكن الجمعية مقرها وين؟ مقرها في أريانا. عندكم شي فروع والا لحد الان تكتفيوا كان بالانشطه على مستوى المركز يعني تونس العاصمه كهو؟ والله نحن خاطر موجودين في تونس العاصمه ولكن نخدموا في المناطق ذات الاولويه يعني داخل الجمهوريه، مانيش نخدموا في تونس العاصمه، فهمتي؟ نخدموا على مستوى ولايه جندوبه، ودو قلت لك مركزين على المدرسه هذه. تويك عندنا نشاط ان شاء الله ماذا بينا قناه حنبال تقوم بالتغطيه نتاعو يوم 3 نوفمبر باش نمشيو نعاودوا الانستالاسيون نتاع الضوء نتاع المدرسه باش ندهنوا المدرسه، لانه عملنا نحن بدلنا الوحده الصحيه نتاع المدرسه وبدينا نحفلوا في بير، ولكن الامكانيات الماديه بدات تعوزنا يعني ماذا بينا المواطنين يعاونونا خاصه على حفر البير. حكايه الفا وحكايه الدعم سيده كريمه، لكن علاش من قبيله ركزتوا في انشطتكم على مساله دعم خلينا نقولوا النشاط المدرسي ولا تهيئه الفضاء بعض الفضاء التربوي؟ على خاطر التلامذه هما مستقبل البلاد، هما اللبنه المستقبليه نتاع المجتمع، اذا كان وفرنا لهم ارضيه ملائمه للدراسه ينجموا ينشحوا وهكاك ما ينزلقوش في انحراف. انا الاختصاص نتاعي هو على الجرائم الاطفال، دونك هذاك علاش نحست الى الموضوع هذا، لانه ماذا بينا نحميو الطفل قبل ما ينحرف، لانه نسبه كبيره برشا من الاخفاق الدراسي تخلي التلميذ ينزلق نحو الانحراف. نعم. والا يمشي يتوجه وجهه اخرى. انا نحكي لك الحمد لله المره اللي فاتت ومشكوره قناه حنبال عملنا البرنامج نتاعنا ومنعنا خمسه تلامذه. كيفاش؟ منهم بنيه شافتنا في التلفزه جات قرات تعدت سنه ثانيه اداب وناجحه ب 11 معدل وما لقاتش الامكانيات باش ترجع تقرا، قرات نهارين في المعهد وخرجت وجات لاختها لهنا في ريانا باش تدبرها خدمه معينه منزليه. تصور انت مسكينه سنه ثانيه اداب وناجحه ب 11 معدل وامكانيات عازتها امكانياتها وما نجمتش ترجع تقرا. يعني سيده كريمه دعمكم ينجم يكون حتى مادي لافراد؟ اي مادي. انا البنيه ذي انا شوف انا البنيه ذي تبنيتها ووفرت لها كل شيء وخلصنا لها المبيت ورجعت التحقت بها، وكانت هي سبب لانقاذ اربعه تلامذه اخرين من المعهد نتاعهم اللي تكفلت بهم تكفل بهم المركز التالف. اكيد هذا يعني فهم فيه برشا اشكاليات خاصه مستوى معناها الدعم والفلوس نتاع الجمعيه. انت باش تعاود صغير كان معناتها التلميذ ياس ومشى باش يخدم وباش يبدل الوجه نتاعو ومن بعد ولا الحمد لله عاود التحق بالدراسه نتاعو، يعني حاجه معناتها الانسان يفرح برشا، خاصه التلميذه وقت اللي رجعت تقرا فرحانه بشكل كبير معناتها. سي منير، التالف لتنميه الجمعيات، هذا التالف قبل سالتك قلت لك يعني كيفاش يتم اختيار الجمعيات اللي تنضوي تحتكم انتم، يعني هما يختاروكم انتم تمشيو لهم عندكم معناها مواصفات معينه للجمعيات؟ احنا تو كيفاش؟ احنا مدوب بدينا اخترنا الجمعيات اللي مؤسسين المركز التالف يشتغلوا فيهم، لانه اعذر العمليه ما هي سهله، العمليه انك من الاول يلزمك تنسق مع جمعيات اللي انت قريب لهم برشا باش تنجم تاخذ من عندهم المعلومات الكل وتفسر لهم، لانه الجمعيات كل جمعيه تقول لك انا هذه المعلومات خاصه بيا انا، واحنا العمل نتاعنا مش باش نلموا المعلومات باش نوزعوها للناس، باش تولي كما احنا تو البرنامج اللي قاعدين نعملوا فيه الحاضر باش يبدا على السيرفور، هو اي جمعيه لما تدخل تقيد روحها عندها مود باس واحد، تدخل في السيرفر تقيد نفسها
وتكون عندها منظومه تنجم تضرب على الاورديناتور. احنا كيفاش نعملوا؟ كل العائلات يلزم عندنا البطاقه التعريف نتاع البو والام، ثم المعلومات الكل على العائلات. فهذا اذا فما عائله معناها عائله متبنيتها عائله اخرى معناها جمعيه، فتلقاها موجوده ان هذه العائله هذه راهو متبنيات من عند جمعيه، فيكون فما تواصل. وحاجه اخرى معناها انت تنجم تكون فما جمعيه تهتم كان بالايتام وتعمل قاتام في جرد في مكان وتلقى عائله فيها معاقين، تلقى عائله اللي فيها طلبه ما نجموش يخدموا، فهي تنجم تدخل في المنظومه نتاعنا وتشوف وتقول فماشي جمعيه تتلهى بالطلبه، فماشي جمعيه تتلهى بالمعاقين، فتنجم تبعث لها الملف هذاك باش ما يصيرش عمل مرتين، تقول انا راني زرت المكان هذا راهو هذه العائله معوزه، تنجموش تعاونوها. فاحنا المركز التالف راهو يتعامل، نعاود نقول نتعاملوا كان مع الجمعيات، ما نتعاملوش مع الاشخاص. معناها احنا توا كما قالت اختنا كريمه، سيده كريمه، وقت عملنا برنامج، بدينا برنامج اقوى برنامج هو برنامج رمضان. اشتغلنا مع 8 جمعيات، وزعنا 4500 سله، 4500 اعانه ل 4500 عائله. نعم. في 13 ولايه. لان عملنا ثلاثه مراكز، مركز في جرزيس، مركز في المنستير، ومركز في تونس. وش عملنا؟ وقت كان التسويق اللي صار انه عملنا تسويق مع الشركات. نعم. مع المتبرعين. والناس تبرعت لنا، واحنا قمنا باشتراء كل ما يسير، والجمعيات هي اللي وزعت، احنا ما نوزعوش، احنا نلم ونعملوا وجمعيات يجيو يعاونونا في التعليم وهم يقوم بالتوزيع. هذا اللي صار معنا نقولوا في رمضان. في العيد الصغير نفس العمليه، اخترنا 500 عائله من عائله المعوزة، وصارت فما اعانه ماديه حتى تكون فما معنا فرحه العيد موجوده. في العوده المدرسيه عملنا 1000 تلميذ اعطيناه اعانه مدرسيه في مختلف الولايات. سي منير، خليني نرجع لمساله جمع هذه التبرعات والا الاشياء اللي كنتوا تحكيوا عليها، يعني انتم اللي تعملوا معناها التواصل مع الشركات الكبرى والا المتبرعين؟ معناها هو كيفاش نعملوا احنا؟ توا العمليه ذات واضحه. نعم. كل مره تمشي انت تقدم روحك، لانه فما كثير جمعيات، كل جمعيه تمشي للشركات. فشنو يصير العمليه؟ يصير انك انت كيف تمشي كممثل ل 8 10 12 الجمعيه. نعم. شنو اللي يصير؟ يصير انه الناس تعطيك ثقه اكثر، وتعطيك تولي تاخذ معناها الاعتبار انه فما معناها عمل منسق ومنظم. فالناس تعطيك اكثر، معناها انا تو شو يصير؟ فما ناس تتصدق ما تعرفهم شكون يعمل لك معناها مباشره تحويل بنكي، فما ناس يتكلم معاك ويكلمك ويقول لك انا نحب هذوم الفلوس هذوما يمشيوا للمكان الفلاني للجمعيه الفلانيه، لكن هو يحب احنا نتحقوا اللي هذا العمل هذا هو اللي نعمله، هذا احنا نطلبوه من الجمعيات، الجمعيات يحضروا الليستات، الجمعيات يثبتوا بالكدا، ومن بعد الجمعيات هذوما اذا معناها وصلنا لعمل تنسيق هذا. نعم. يصير التبرعات. فمعناها لو تشوف معناها في الفترة الأخيرة الكل. نعم. رغم اللي جينا ورا بعضه، العيد رمضان، الصيف، العيد الصغير، العودة المدرسية، معناها هذا الكل، معناها تصور معناها حتى المتبرعين تعبوا. معناها المتبرع تعب. فأنا أقول وقت تجي انت وتقول له احنا ما زلنا ونحبوا نعاون، احنا راهو ديما نقولوا تو مركز تالف راهو هذه العمليه الاولى، العمليه الثانيه انه تو باش يحاول ينسق مع الجمعيات اللي باش نحاولوا نعملوا. نحكيوا سي منير على الانشطه المستقبليه، مدام كريمه، اختياركم انكم تنضويوا تحت لواء مركز كامل يلم مجموعه من الجمعيات، علاش فشلتوا حاولتوا باش مثلا تعملوا ديزاكسيون، تعملوا انشطه جمعياتيه، تتصلوا تلموا تبرعات وما نجحتوش؟ لا 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 بالعكس. علاش اختياركم باش انكم ما تعملوش عمل فردي وتنضويوا تحت لواء مركز كامل للمجموعة؟ احنا جربنا معاهم في قفة رمضان، فهمتني، خاطر جمعية وحدها وبالمكونات نتاعها وحدها ما تنجمش تعمل الشيء اللي هما ما شاء الله عملوه، خاطر احنا لمينا زاد احنا تبرعات واعطيناهم لهم هما التبرعات، وهما قاموا بشراء، هما اتصلوا بالشركات، هما قاموا بالجمع المؤونة كلها وحطوها في دب، ومن بعد احنا التحقنا بهم مع الجمعية الاخرين وقمنا بعمليه التعليم، على خاطر كيما نقولوا بالفرنسيه ليميون في لا فورس، وقت اللي تتحد انت مع عباد اخرين حتى الافكتيف يكثر. نعم. وتولي تغطي اكثر. انا مثلا جمعيتي ما شاء الله غطت 400 عائله، غطينا في فرنانه على مرتين، مشينا لهم في اول رمضان وفي نص رمضان ثلاثه معتمديات، عين البيا وعين دراهم والرميله، ومن بعد مشينا لزغوين في معتمديه الشهده، ومن بعد مشينا لقرنباليا في بوعرقوب، يعني والحمد لله بالمساعده نتاع المركز، لو كان
كنا وحدنا ما يكونش عملنا جبار بالشكل ذي. كنا نغطيو مثلا 100 عائله 150 عائله، فهمتني ولا؟ زيد المكان يعني دب باش تحط فيه ستوك كبير انت واللوكال، مش كل الجمعيات عندهم بلاصه فين باش يلموا فيها المؤونه وبيمشي. معناتها كان عمل منسق وعمل منظم، معناتها كان فما تحس فما تنظيم، فما هيرارشي تبعناها، فما ناس معناتها عندها صلاحيات معينه تقوم بها الاخرين يعملوا شيء، هذايا جمعيه تتوزع، يعني كل انسان يقوم بالدور نتاعو، وكان فما تواصل والحمد لله نجحت ما شاء الله. كملنا كذلك على مستوى عطونا نرجعوا نحكيوا سيده كريمه على بقيه الانشطه. لكن سي منير، على اي اساس بعد ما تلموا المعونه وتلموا ربما التبرعات، على اي اساس يتم توزيعها على الجمعيات؟ يعني هل انه التوزيع يكون بصفه متساويه، والا انتم عندكم سلون الباس دو دوني نتاع عدد مثلا العباد اللي عند الجمعيه هذيك، كيفاش يتم توزيعها؟ هو سهل العملي، احنا شنو احنا المهمه نتاعنا هو اعانه الجمعيات. الجمعيه هي الجمعيه اللي هي معناها تجي معنا احنا في تنخرط في العمل هذا، الجمعيات اللي مع بعضنا هي اللي تجيب الباز دوني، هي اللي تبحث. احنا عندنا ثقه في الجمعيات، معنا احنا كيف يجي يقول لنا هو العائله هذه ويعطي بطاقة تاريخ عنده دي سيكيل، هي تعرف هي اللي تعمل البحث الاجتماعي على عائلته. اذا اعطاه هو 100، اذا اعطاه شنو عندنا احنا، كل واحد يعطي الليسته. يعني سي منير، توزيعكم للتبرعات تقوم حسب الجمعيات. طلب الجمعيات واضح. اذا الطلب كبير ياسر نوليو نعملوا احنا للناس الكل كيف كيف، واذا فما زياده تزيد. معناها انت ماشي، معناها ما نجموش، خاطرش انت اوزر جمعيات لكل خدمه تخدم. معناها احنا شنو قلت، كما قلت لك احنا الوسيط. كيف تبدا انت كما قالت السيده كريمه، وقت تبدا انت تنشط في جمعيه، برشا جمعيات عندك، برشا بينيفول عندك، ناس متطوعين عندك، الناس تعطيك الثقه، يقولوا راهو ناس احنا راهو نثبتوا، راهو لازم تثبت. علاش نقولوا مزيبونا؟ تعرف كيف يثبتوا يلقاو انه كيف شنو ساعات المراه تمشي هي تقول انا عايله معه، والراجل يجي وحده، فكيف نقولوا احنا جيب لنا زوج بطاقه تعريف وتضرب على الكمبيوتر مباشره تلقاو نفس العائله. فاحنا هذا العمل هو عمل جبار راهو، واحنا في اول الطريق توا. معناها ان شاء الله بقدره الله ننجحوا انه الباز دو دوني تكون عندنا، الجمعيات اتصلوا بينا من الكاف، جمعوا من قفصه، وقاعدين نحسنوا باش نولي موجودين على مستوى المركز، على مستوى تونس العاصمه. احنا لا، احنا توا حاليا عاملين ثلاثه مراكز، جرزيس والمستير وتونس، ولكن نحبوا هو الاصل نتوسعوا. هو المركز نتاعنا موجود في حي الخضراء، لكن اللي نتعاملوا معاهم كثير توا احنا عندنا البيبينير كما نقولوا الواحد، هو ولايه المستير. ولايه المستير لمينا اربع جمعيات، ونعمل في العمل الكل منسق مع الاربع جمعيات هذوما في كل شيء. معناها توا حاليا كان تحب نزرب شويه نقول انا على العيد الكبير. عطونا نحكيو على العيد الكبير، لكن انا باش نسالك فقط على تقييمك لهذه التجربه. نعرف 6 شهور شويه، لكن خاصه هل انه حسيت فما اقبال من التونسي على العمل الجمعياتي، خاصه وانه عمل تطوعي ما فيش مقابل ما فيش، كيفاش تقيم التجربه ذي في 6؟ تحس ان التونسي يحب يعطي بالحق من غير ما ياخذ؟ هاوش نقول لك حاجه، المتطوعين في قفه رمضان 200 واحد اشتغلوا رمضان كامل. معناها تعرف معناها تضحيه راهو، انه 200 شخص معناها ناس، معناها هي كما قالت اخت كريمه رحنا ننظموا، فما مجموعه اللي تمشي هي تمشي باش تجيب تتسوق، وفما ناس اللي باش تجيب، وفما ناس تعلب، وفما ناس توزع، يعني مقسومه. والاصعب عمل العمل الاولاني هو التثبيت. معناها تصور انت اخذان الانفورماسيون والواحد، وما يلزمكش تظلم الناس، ويلزمك تثبت. وراهو معناها هي امانه، راهو الصدقات اللي تجينا ولا التبرعات اللي تجينا هي امانه، يلزمك توصلها للناس اللي يسحقوا. والعمل هذايا اصعب عمل، فعندك انت اللول اللي ياخذ الاول، انسان اللي ياخذ هو المعلومات هذاك هو اللي يلزم الانسان الثقه، اللي هو باش يقول لا هذا ما يخش، هذا يسحق وهذا ما يسحق. وهذا صعيب، معناها ديسيزيون صعيبه برشا، لانه يجيك الاف الملفات وانت لازمك تختار من الالاف يستحق بالحق، فهذا صعيب. فالعمل اللي صار والله العظيم انا ما كنت معناها متفاجئ، لاني قلت من العالم ما نجحوش، ما تشوف 200 واحد اللي يعمل في هذاك، الناس الكل معناها متجنده، ثم انه فتنا التوقعات نتاع التبرعات. هاي بيه الحمد لله كرسي تحك. اما انتم يظهر لي قدامكم تحدي كثير، تحدي كبير عفوا سيما، وانه كما كنت تحكي جايكم الصيف، العيد الصغير، العوده المدرسيه، والعيد الكبير. العيد الكبير. العيد الكبير، ايش حضرتوا العيد الكبير؟ اول شيء نقول لك حاجه، توا احنا هو ايامات هذه ايامات فضيله برشا، العشر ايام هذوما، ونطلب من الناس انه الناس الكل تحاول تزيد، الله غالب معناها نقول، واحنا يزيدوا اللي مازال عنده شويه يزيد يكملوه له معناها. يكملونا. اما احنا شنو نقولوا، راهو العائله الموزه ماهوش واجب عليها باش تذبح.
مش واجب عليه بالشعب. معناها احنا ما يلزمناش نحاولوا نقولوا هاو باش نوصلوا علاش ولا باش نعطيوا علاش باش نشريوا ولا باش نوزعوا علاش. احنا عملنا راهو الاكسبيريونس عام ناول، نحكي لك على عام ناول العيد الكبير، وزعنا علاش ناس جاوا تبرعوا بهم، معناها يجي يقول انا نحب هذا خير نحب نجيب علوش نوزعوا. لكن شو عملنا؟ ولسنا باش نعملوها نفس العمليه، انه حطينا دي كونجيلاتور في الجوامع الكل وفي المراكز دي كونجيلاتور، وعملنا انونس للناس انه اللي باش يتصدق مو الحم ويصدق منه شويه يجيبوا، ما يقعدش يلوج لشكون باش يتصدق. عملتوا مراكز لجمع التبرعات؟ لجمع التبرعات في الاسهل اسهل بلاصه شنو هي؟ مو الجامع. دونك نحطوا كونجيلاتور في كل جامع، فما زوز من الناس بالسياره نتاعهم يلموا، كيف يبدا عندهم واحد يمشي ويوصل اللحم هذاك للعائلات المعوزه. فالعمليه هذه صارت بالنجاح في ولايه المنستير. ان شاء الله المره هذه باش نحاولوا في تونس نعملوا في جامعه ولا اثنين باش نحاولوا نفس العمليه. في جامعه مازال خامس ان شاء الله تحاولوا وتعاودوا التجربه في تونس. التجربه هذه في تونس اصعب. تونس راهو كبيره برشا وواسعه برشا، ويلزمك تلقى الناس نهار العيد باش يتبرع يتطوع باش يمشي بالسياره نتاعو باش يوصل للعائلات اللي عندنا الليست نتاعهم اللي هما بعاد. فاحنا كما نقولوا احنا عندنا حاجتين. السنه زاد كلمونا ناس قالوا احنا نشريو من عند الجمعيات الجلد. اش معناها؟ الجلد اكثر الناس ولا تلوح فيه ما يسحقوش، فقلنا احنا نلمو ونبيعو والفلوس هذه تدخل مداخيل للجمعيات. معناها هو باش هو نلمو الكل ونعطيه للسيد هذا اللي هو من يخرج منه صوف، والمداخيل الكل تمشي للجمعيات. فاحنا النداء نتاعنا في المستير باغ اكزومبل اسهل حاجه في الجوامع الكل في المنزل الخامس والمنزل الخامس هذاك تو خلي لي كلمه الختام سيده كريمه. قلت لك في الجوامع باش يصير فما جمع صدقات الواحد، واحنا نوعدوا الناس اللي تصدقوا انه باش نوصلوا الامانه لمن يستحقها. خلي لي كلمه الختام سيده كريمه. والله انا نحب نساعد نركز على النشاط اللي باش نعملوه نهار 3 نوفمبر، ان شاء الله تكونوا معنا وتعملوا تغطيه اعلاميه معناتها باش الناس باش يكونوا متطوعين وباش يقوموا بتبييض المدرسه باش نبيض المدرسه. هذايا في سياق اخر نرجعوا له في استضافه اخرى. خلينا نحكيو على العيد. خلي لي كلمه الختام على علوش العيد. علوش العيد احنا كذلك باش نحطوا كونجيلاتور في المسجد نتاع المنزل الخامس، وباش نقوموا بلم التبرعات ومن بعد باش نوزعوهم. ماذا بينا اللي عنده جلد ولا عنده اي حاجه باش نعطيوها كما قال سي منير، نوصلوها للسيد وتكون مدخول للجمعيه، ونعاونوا بها المدارس اللي هما تعبين برشا في داخل الجمهوريه ويعانيوا من فقر مدقع برشا. ونزيد ناكد على حكايه البير وهي صدقه جاريه، ماذا بينا يعاونونا الناس باش نكملوا البير هذا. نعطي شكرا للجمعيه. شكرا لك. نعم على التليفونات اللي يحب يتصل نعطي رقم الهاتف. رقم الهاتف نتاع جمعيه سند للتنميه الاجتماعيه 98 907 317. شكرا لك سيده كريمه شتيبه رئيسه جمعيه سند للتنميه الاجتماعيه، سي منير حزم رئيس مجلس التالف لتنميه الجمعيات بسرعه 98 325 902 98 325 902. هذه هي ارقام كل من جمعيه سند للتنميه الاجتماعيه ورئيس مركز التالف لتنميه الجمعيات اللي في عين الخير اللي يحبوا يتوجهوا ويقدموا تبرعات لهذه الجمعيات. ارقام الهاتف ان شاء الله تتصلوا بنا أو نعطيها لكم. نشكركم جزيلا. نتمنى لكم التوفيق في بقية أنشطتكم. احنا نمشي إلى استراحة موسيقية بإمضاء جورج الراسي وراجعين. حطونا الرقد. مرحبا بكم من جديد. مرحبا بكل من التحق بنا الآن. نواصل معكم في هذا البث المباشر اللي انطلق منذ الساعة 9 يتواصل إن شاء الله إلى حدود 11. الفقرة الغذائية ومجموعة من النصائح في التغذية، خاصة وأنه الأيامات هذيا مهمين برشا يظهر لي نصائح في التغذية بحضور الأخصائية العليا السيدة فاطمة بن حفصة. مرحبا بك. بارك الله فيك. مرحبا بنا الكل. مرحبا مدام فاطمة. يظهر لي العيد الكبير والماكلة في العيد الكبير والتوازن الغذائي خاصة في العيد الكبير. نعم اليوم ماناش باش نحكيو على الماكلة أيامات العيد، خاطر باش تجينا فرصة نعم. إن شاء الله في حلول العيد الكبير. نعم أنا اقتنائنا في المواد الغذائية اللي تخص تحضير أكلاتنا التقليدية التونسية بالنسبة
لعيبه العيد. اذا ربه البيت التونسي العائلات الكل محليهم حاضرين، حضروا في اللفاحات، يحضروا في الخضر نتاعهم. واللفته الكريمه اللي نحب نوصلها لاخواتي والاخواننا هي اقتنائهم في الخضر الخضراء، الخضر اللي بالاوراق كيما السلق كيما المعدنوس كيما الشبت معناتها الكسبر، هذوما الكل يدخلوا في تركيبات بالطبيعه العصبان الماكله اللي باش نحضروها من عام لعام ربما، ولكن تدخل في عاداتنا وتقاليدنا. الخضره هذه نجمو ننظفوها، نجمو نقصوها، نغسلوها ونستقطروها، ما نحطوهاش معناتها تترنخ في الماء مده 3 سوايع حتى يعني باش تفقدك الاملاح المعدنيه والعناصر الغذائيه الدقيقه اللي احنا نناديو بها كاخصائيين تغذيه، ولكن نقول لهم ننظفوها مليح مليح، ناخذوا قطيرات من ماده الجافيل نحطوهم في كلبان نتاع الماء اللي ينجم يكون 5 إترات ماء فيهم ربيع مغرفه نتاع قهوه من ماده الجافيل، ثم نغطسوا المعدنوس، نغطسوا السلق ونخليوه مده 5 دقائق، ثم نغسلوه في الكسكاس تحت الماء الجاف. يعني سيده فاطمه معناها اذا نخليوهم مده طويله الخضر الورقيه في الماء ينجموا يفقدوا قيمتهم بالطبيعه، قيمتهم الغذائيه فاش؟ في اكل الاملاح المعدنيه، في اكل كميات مهوله من عناصر غذائيه دقيقه، وخاصه مواد اللي هي باش تزيدنا معناتها كيما الفيتامين ا كيما الفيتامين سي، هذوما الكل باش يتفقدوا بالطبيعه على خاطر باش نخبيوهم على الاقل. هذا السؤال اللي باش نسالهولك سيده فاطمه. هذا من ناحيه معناها خلينا نقولوا تغطيس برشا الخضار السلقيه الورقيه هذوما في الماء. ماك تعرف بعد الاسواق تغلى فيها والسلقيات العسوم والمعدنوسيات العسوم دونك ربات البيوت يخيروا انهم يقتنيوا الخضر الورقيه لحد هذا ويخبيهم في الكونجيلاتور ويخبيهم. لي نحب نزيد لحد لحظه اخرى، وقت اللي هما باش يغسلوا الخضر هذوكم يستقطروهم مده 24 ساعه في الثلاجه، مش في المجمد، في الثلاجة يستقطروا حتى أكل الماء يتنحى مرة واحدة. علاش؟ على خاطر كثرة الماء تجم تعاون التكاثر الجراثيمي، ولا بد باش نستقطروهم حتى كيفاش نحطوهم في الأكياس، في الأكياس اللي صالحين للمجمد ونغطيوهم. يعني هذه كلمة خطيرة شوية، يعني يلزمنا الخضر نحفظوهم في أكياس خاصة بالمجمد، يعني مش أي كيس، لا مش أي كيس نحطوا فيه الخضرة. هذيك لسلامة الأغذية، لسلامة صحتنا، باش المعدنوس ما يوليش سي معدنوس، باش العرف كلافز ما يوليش سي الكلافز. هذيك علاش نحب نأكد على نصح بالنسبة للتونسية، نهار الأحد سوق أسبوعي، نهار الاثنين سوق أسبوعي، نهار الأربعاء سوق أسبوعي، ولكن عندنا إن شاء الله معناتها يوم العيد يوم فرحة، ولذا تاخذ خضرتها على راحتها، تقصها، تنظفها، تغسلها، تستقطرها، ثم تخليها 24 ساعة في الثلاجة، ثم تفرقها في أكياس، وهكاك عندها فرصة باش تخرج من المجمد مرة اللي حطته في المجمد، وكي تخرج يرجع منعوش، يرجع تقولش عليها خذيته تويكة من البائع. يعني سيدة فاطمة تجميد الخضار الورقية ما ينقصهاش من التغذية من القيمة الغذائية بالطبيعة. عندنا نقصان في كمية الفيتامين أ، حتى احنا تو كي نقولوا أغذية ملونة وحشتنا باللون في السلاطة نتاعنا النية، عندنا ود القمرة، عندنا الطماطم، عندنا البصل، عندنا النعناع الشايح، عندنا النعناع الطري، عندنا مثلا الثوم، هذوما الكل باش يعطيونا الكميات اللي باش تنقص في الخضار الورقية. وهذاك علاش التكامل الغذائي في التوازن الغذائي في الحنكة والتدبير نتاع المرأة التونسية، تخلي السلاطة فيها الفيتامين أ، فيها الفيتامين سي باش أختنا بالعسرة قارص. بالعسرة قارص باش تقول لي راهو يفقدوا كميات من المنفعة الغذائية. بالطبيعة كعبة القارص اللي تبدأ في السجرة ما هيش كما كعبة القارص اللي مش تجيني من بير قصعة حتى توصل للمرناقية، حتى لين تستنى 3-4 أيام باش توصل في طاولتنا، باش توصل في الطبق
الطاقه نتاع التونسي. واضح سيده فاطمه. نعم. الى جانب رمماء الخضر الورقيه. نعم. فما شكون يحط الحمص. أيه؟ يحط الروز. طبيعه يحط طبيعه. هذوما عندهم قيمه غذائيه خاصه بتبيح. الوقت اللي يبداو موجودين الزوز. بارك الله فيك يعطيك الصحه خرق العاده. هي تو كيف احنا باش نحكيو على الاكلات التونسيه التقليديه نعرفوها، هي دواره، هي العصبين، هي القلايه، هي اكل رشه تونسيه تاع معدنوس مقصوص جيد ومعاه البصل مقصوص جيد، ولكن النكهه نتاع شويه نعناع شايح، هذيك باش تعطي النكهه، هذيك باش تعطي الطابع نتاع ربه البيت اللي باش نذوقوا ماكلتها نهار العيد. ولكن وقت اللي انا نقول خضر ورقيه باش نستحفظ على قيمتها الغذائيه بالطبيعه، فما الفيتامين ا باش تنقص على الاقل 70%، وباش نعوضوها باش باكل السفنيليا، باش نعوضوها باش باكل ود القمره، بالطماطم اللي باش يتقص السلطه، باش يتقص اطباق اطباق، معناتها البصل اللي باش نقصوه خلنجيات خلنجيات، لويه اختي مين، على خاطر باش يعاوننا على الهضم، خاصة اللي في بعض الحالات تكون كميات مهولة باش ياكلها التونسي نهار العيد وما يتفقدش روحه في التوازن الغذائي. يجي أكل خضرة نية في بلاصة المشروب الغازي، تجي الخضرة النية والغلة اللي تجم تكون عوينة، تجم تكون أنزاص، تجم تكون احنا الغلة الموسمية الموجودة هذوكم، الغلة نتاعنا نتاع وقتنا تو مع العصرة قارص في دبوسة الماء، مع العصرة القارص في كاس الماء، وهكاك يكون هضم للكثرة نتاع الدهون اللي باش تاتينا من العلوش. على خاطر سيدة فاطمة أنت حكيت. نعم. توا أنا تنعسيك الكلمة، لكن حكيت على برشا ركزت على حكاية القارص باش نهضمه. نعم. وفما عادتنا سيئة اللي يمشي طول المشروب الغازي. نعم. فما شكون يقلق القارص؟ أي. يعني مثلا فما شكون نلقاه عنده أمراض في المعدة، قرح، ما ينجمش ياخذ القارص، باش ينجم يعاود. يعطيك الصحة. انا هي راهي غلطه، علاش جرات العاده اللي صايلو القارص هو حامض، لا حامض كيف نشوفوه هكا ونطعمه، ولكن يدخل للجسد، يدخل للامعاء، يدخل للمسرانه، يولي قلوي بازيك، من حامض يولي قلوي بازيك، ما نخافوش منه، هذيك في مخنا اللي القارص حامض نخافوا منه، لا، اللي عنده قلق في المعده، اللي عنده جاير، مش القارص اللي باش يقلقه، هذيك نفساني، هذه معناتها ماهيش معناتها حاجه جديده، ولكن ديما نصلحوا الاخطاء الغذائيه والافكار الغلطه. يعني الاخطاء الشائعه. نعم. القارص انه يقلق القرح في المعده تتصور هو ما ياخذش القارص ولكن ياخذ كاس مشروب الغازي. أي. يظهر لي كاس مشروب الغازي يقلق اكثر من كاس الليموناده، وانت تعرف شنو هما المكونات نتاع المشروب الغازي. ولذا في نصحنا اليوم هو التطور باغذيتنا والارتفاع بكميه معناتها الخضر في اقتنائنا، في توزيعها، في توظيبها في اكلاتنا التونسيه وفي وجباتنا اليوميه، الى جانب اللحم المشوي، القلايه، معناتها في تو نحكيو عليها تباعا واحنا في نهار العيد، وهذيك علاش نزيد نقول وقت اللي جبت لي على الحمص وجبت لي على الروز، هذيك اضافه، هذيك تنويع احنا معناتها البلدان اللي موجوده في تونس، فما شكون يحط البرغل في الدواره، فما شكون يحط الروز في الدواره، فما شكون يحط البرغل والحمص، فما شكون يحط الفول مصري. علاش هي سيده فاطمه هي عادات وتقاليد هكاك خذيناها من الكبارات، والا يعرفوا اللي فيها قيمه غذائيه مضافه باش تولي في العصبيه. خرقا للعاده، معناتها ملحوظه حلوه برشا، علاش اختي مين؟ على خاطر وقت اللي نلقاو الاضافات هذوما وهالعادات الغذائيه التقليديه هذه القديمه جات منذ القدم، منذ التاريخ، يعني ما احلاهم كي نلقاهم عند شاباتنا كما انت اختي مين، يعني شفت لاحظت عند جدتك ثم كليت عند الوالده يفضلها، ثم باش انت نهار اخر باش تعطي لعائلتك ان شاء الله، يعني باش تعطيهم الاكلات اللي احنا توارثناها. وهذاك علاش نحب نزيد ناكد اختي مين اللي غدويك في افتتاحنا للجمعيه التونسيه للتربيه الغذائيه
الغنائية اللي معناتها نرقصها واللي أحدثتها. إن شاء الله بالتوفيق. بالتوفيق يعيشك. اليوم هذايا باش يكون مواكب لليوم العالمي للأغذية والزراعة، اللي المحور نتاعو اللي المضمون نتاعو بالنسبة ل 2012 هي التعاونيات تغذي العالم. شنو ما التعاونيات؟ فك المرأة اللي عندها شوية نعناع في الدار في الريف، أنا نتوجه للمرأة الريفية اللي ما زالت عندها قارصة قدام الدار، اللي تجم وقت اللي تغسل الطماطم وتغسل الفلفل، أكل زريعة اللي مش تغسل بيها في وسط الماء ما تلوخوش، تحطه تحت السجرة ويطلع لها سبحان الله الفلفل ويطلع لها كعبد الطماطم، وكذلك وقت اللي نغسلوا البطيخ ونحيوه كالزريعة، وكي نغسلوا القراع الأحمر ونلوخوا كالزريعة ونحطوها، وفجأة سبحان الله تلقى القرعة باب الدار وتلقى البطيخة باب الدار وهي كلات من عندها، وتجم تذوق عائلتها وتجم تذوق جيرانها. هذه التعاونية اللي إن شاء الله بفيدتها نجموا نوخروا شوية شيئا فشيئا في الجوع، نجموا نوصلوا الغذاء لكل أفراد المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير، وقت اللي كيف عندها شوية نعناع بزيت باش تهبط للسوق وتبيع النعناع، وباش تهبط للسوق وباش تبيع المعدنوس، باش تهبط للسوق وتلم كعيبات طماطم فيل فريشك اللي هي ما تعبتش عليهم بك الأسمدة وك الحاجات هذوكم الكل. هذا ربما امتياز سيدة فاطمة للمرأة اللي تسكن في الريف واللي عندها حواض واللي عندها باش نرجع لك. بالنسبة لنا احنا على اليوم الافتتاح هذايا اللي باش نلقي فيه ان شاء الله كلمة الترحيب، ثم يلي كلمة الممثل العام للجمعية العالمية للأغذية والزراعة وباش يعطينا المضمون نتاع اليوم هذا، ثم يلي مداخلات علمية فيهم الوضعية الغذائية التونسية من طرف الأستاذ الدكتور سقة. كذلك احنا غدوة انا نقعد غدوة تمشي اكيب وتصور إن شاء الله. هذا الافتتاح والأسبوع القادم نحكيه بأكثر تفاصيل بارك الله فيه. لكن باش نختموا سيدة فاطمة مدبنا حكينا على التوازن الغذائي يوم العيد، باش نكثروا ماكلة اللحم، المرأة توا اللي باش تهبط للمرشي ولا الراجل اللي يقضي يوم المرشي باش يركز كان على كل حاجة مرتبطة بالعلوش، باش ننصحوهم في قفتهم قبل ما ندخلوا الكوجينة وندخلوا الطبق. الخضرة والغلال. الخضرة. الخضرة والغلال. الخضرة والقارص. ما تنساوليش القارص، ما تنساوليش البصل، بربي شوية ثوم، شوية هريسة عربي، نحاولوا كان محلينا نعملوا كل جرينات الفلفل نغطسيهم في الماء سخون، ثم نحطوهم ونرحيهم ونعملوهم بالماء نرجع نذقوا بالمهريز فاوحة راهي دار تونسية شهيتها ياسر في الماكلة. سيدة فاطمة إن شاء الله عيدنا مبروك. إن شاء الله عيدنا مبروك. احنا إن شاء الله باش تكون عنا مع بعضنا مصافحة صبيحة العيد إن شاء الله باش نكونوا حاضرين وباش نستقبلوا مكالمات الناس للتهاني ونقدموا لهم نصائح غذائية. شكرا لك الأخصائية العليا في التغذية فاطمة بن حفصة على حضوركم معنا اليوم. باش نمشيو توا لتقرير نشوفوا لأنه فما بعض المهن اللي ترتبط بالعيد الكبير زادة. مهنة بيع الفحم خارق العادة اللي تكثر، وفما شكون يكون عنده مهنة مع اقتراب العيد الكبير يولي يدبر راسه يولي يبيع الفحم. مهنة الفحام مع بورتري في هذا التقرير ونرجع لبلاتون. الخدمة متاعك والله يا أخي أنت جاء من المرمطة والبني وفي العيد موسم العيد فحم. تحكي لنا شوية على الخدمة هذه متاع موسم العيد. والله نتعب نخرج بر مثلا عندك جبل غادي نبدأ نحي ونسان تاعك وشي ومن بعد نحرق ونجيب. كيفاش تجيب من الفحم هذي؟ كراه كامينو كاميون والله كراه نكراه ونجيب الفحم لهم نهبط ناخذ رخص بس رخص من الفوري ونجيب لهم.
توا الموسم نتاع بيع الفحم انت تربح برشا فلوس ولا ليه؟ كل عام نول والله تعرف والله هو مصروفه خير من المرمض. نحب نرتاح مرمض نحب المسابات. اما بالنسبه للمصروف والله تعبي غلي الفحم وكل شيء غلي. تو الناس تو 1500 يلعبوا انا نبيع في 1100 دينار. بالنسبه للفحم ما عادش كيقبل مثلا غلي الفحم على قبل. وبالنسبه لمربوحك نورمال مون كيف غلي الفحم انت مربوحك يزيد ولا ينقص؟ هذاك هو المربوح نتاعي يعني. انا مثلا زاد 200 فرنك السنين زدتني 200 فرنك. من نهار من الثلاي من اليوم حتى الثلاي تبيت في الشارع. نبات في الشارع في الفحم. وشكون مش عسل عليا يجي يهز الكشكار هذاك هي المربوح لكن صافي 20,000 كي دبل يمشي شنو مربوح يلزم الناس عليه. وبالنسبه للمناسبه هذه اللي هي العيد الكبير كيفاش تتصرفوا فيها في العيله؟ كيفاش ما في العيله؟ كيفاش مثلا؟ معناتها كيفاش ولادك توا باش تشري لهم الحم باش تشري لهم كيفاش؟ ناخذ مع اللوش. لا العلوش لابد منه هذاك. انا كل شيء العلوش كل شيء العيد نخدم العلوش تاعي. فرحهم وما في العيد. هو بغي ست صغار اش بيك نخدمش عاد نخدم الحم نخدم العلوش. هذاك حتى كنكرديه. من جديد كيما كل صباح جمعة يكون حاضر معنا الإمام الخطيب فوزي التومي في بعض الاستشارات الدينية ونقعد ديما في سياق عيد الأضحى. صباح خير شيخ. صباح النور الاختمان ليك ولكافة الفريق التقني وللسادة المشاهدين الأفاضل. مرحبا بك. به شيخ مدامنا نحكيه اليوم فقرتنا في التغذية كانت حول عيد الأضحى خلينا نقعد في نفس المجال. حكم الأضحية في الدين فما برشا كلام توا وبرشا خاصة وقت اللي نربطوا الجانب الديني بمكتوب المواطن. فما شكون يقول عيد الأضحى وشراء الأضحية سنة فما يعني سنة مؤكدة فما شكون يقول واجب. ما هو حكم الأضحية في الدين الإسلامي؟ نعم شكرا. الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته ومن حسن فقه المرء اقتصاده في معيشته. شكرا لك يا الأخت إيمان على هذا السؤال الوجيه واللي احنا باعتبار المناسبة نستقبل عيد الأضحى المبارك ونحن في يوم الجمعة وفي هذه الأيام اللي هي أيام مباركة وهي من أيام الله تبارك وتعالى لأنه العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة اللي احنا فيها هي اللي ربي سبحانه وتعالى فضلها كتفضيل شهر رمضان على سائر الشهور. وفيها يقول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر. فالليالي العشر كما قالوا العلماء هي العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. ووقوف يوم النار يكون ذبح الهدايا والأضاحي. فنحن كمسلمين مطالبنا بأن نقتدى بسيدنا إبراهيم عليه السلام وسنة التضحية هي من سنن أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام اللي ربي سبحانه وتعالى ابتلاه بأن أمره ورؤيا الأنبياء حق حيث رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. وتعرف بقية القصة الهادفة والعميقة في أبعادها. وباعتبار وأن عيد الأضحى هو الإنسان باش يظهر فيه إيثاره وحبه لغيره ومدى تعاونه مع غيره ومدى مد يد المعونة للمحتاجين من الناس. فيوم العيد هو يوم التضحية. لكن الأضحية هذه هي على من تجب وهذا برشا ناس ربما يكلفون أنفسهم
بما لم يكلفهم به المولى تبارك وتعالى. فجاء عن ساداتنا العلماء بأن الأضحية هي سنة مؤكدة، هذا ما قاله جمهور ساداتنا الفقهاء، وليست بواجبة. قالوا ويؤمر بها من توفرت فيه خمسة شروط: أولا الإسلام، لأن الأضحية هي من فروع الشريعة والكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، فشرط أن يكون الإنسان مكلفا بالأضحية هو الإسلام. ثم قال الحرية، باعتبار وأن العبد أو هذا كان في زمن الرق ليس مطالبا بالأضحية، وهذا قد ولى وانتهى. ثم قال وأن لا يكون حاجا بمنى، الحجاج لا يضحون وإنما يذبحون الهدايا اللي عليه هدي، مثلا حج بالتمتع أو بالقران، أو أخل بواجب من واجبات الحج الذي يجبر بالهدي، فهذا مطالب بالهدي، إلا أن يكون ذلك من باب الإحسان والتفضل فهذا جائز. نعم. ألا يكون حاجا بمنى، فالحجاج ليسوا مطالبون به. ثم قال وأن يقدر على توفير ثمنها، بحيث من شروط وجوب من شروط سنية الأضحية هو أن يكون الإنسان قادرا على توفير ثمن أضحيته، بحيث مش مطالب الإنسان شرعا بأنه يمشي يقترض، يعني يتسلف باش يشري هيك الأضحية هذيك، ربي سبحانه وتعالى مش مكلفه بهذايا. إذا كان يمشي يتداين من أجل توفير الأضحية هذا لا أقول إن ذلك ليس جائزا، هو جائز، يعني بإمكان الإنسان أن يقترض، وإذا اقترض مالا ليشتري به أضحيته فإن عمله هذا شرعي وصحيح، لكنه على خلاف الأولى، لكنه ليس مطالبا بذلك. وهذا لا يعني أن من يقترض أضحيته باطلة، لا، أضحيته صحيحة، لكن أردت أن أشير كما أشار ساداتنا العلماء إلى أن الإنسان الذي لا يقدر على توفير ثمن أضحيته ليس مطالبا أصلا بأن يضحي. ثم قال الشرط الخامس، نعم، لو تسمحين الأخت إيمان، قال وألا تجحف به، يجب يكون قادر على توفير ثمن الأضحية لكن ذلك بإشحاف، يعني بشيلز الروح كما نقولوا احنا، يعني يقعد يعني يكون ذاك توفير الأضحية ثمن الأضحية يكون على حساب ربما أشياء أخرى ضرورية أخرى، كدراسة الأبناء، كتوفير ضرورية الحياة بالنسبة لعائلته، يعني ربما دواء، ربما أشياء ضرورية، هذا معناه مش مطالب. قال ألا تجحف به، ايش معناها؟ قالوا سادتنا العلماء ألا تجحف به بمعنى أنه لا يحتاج إلى ثمنها في عامه، ألا يحتاج إلى ثمنها في عامه، بحيث يعني الإنسان اللي عنده مال ما يحتاجلوش في عامه، هذاك اللي هو مطالب على وجه السنية، يعني باعتبارها سنة مؤكدة. وعنا في السلف الصالح وفي عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نشوفوا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يبعث سيدنا عكرمة ويقول له اشتري لي لحما وقل لمن لقيت، وهذا يوم العيد، قل لمن لقيت من الناس هذه أضحية ابن عباس. أي فما احنا في عائلتنا التونسية اللي ما يقدرش ويشري الحم، معناها كينه ضحى شيخ اللي هو قادر على شراء الأضحية، فالأولى والأفضل ومحافظة على هذه الشعيرة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العظيم. فما نقطة أخرى، أوصاف الأضحية، فما برشا الناس يقولوا كي يبدأ العلوش صغير ما يضحيش، فما شكون خلينا نقولوا يطلع في بعض الحاجات يقول هكا يضحي، وهذا شنو هي أوصاف الأضحية التي تجوز؟ شكرا.
جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله وسلم عليه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما يتقى من الأضاحي؟ يعني شنو الأشياء اللي يلزم تتوفر فيها الشروط؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذكر العيوب اللي ما يلزمش تكون في الشاة أو في الأضحية المراد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال العشفاء، والعشفاء هي الهزيلة اللي لا لحم فيها، ضعيفة معناها برشا. ثم قال العورة البين عورها، ثم قال العرجة البين ضلعها، يعني تكون يعني عرجة معناها فيها عيوب، ثم قال الجرباء الجرباء. وذكر ساداتنا الفقهاء عيوبا أخرى، قالوا: ولا مشقوقة الأذن، تلقى الأذن بتاعها مشقوقة. قالوا: إذا كان فما شق يسير في الأذن فهذا جائز وبإمكان الإنسان أن يضحي، أما إذا كان الشق الموجود في الأذن فوق الثلث فهذا غير جائز. ثم قالوا البكماء، واختلف في البكماء، قال بعض العلماء إن ذلك جائز والأرجح أن ذلك جائز، وقال بعضهم إن ذلك غير جائز، بحيث يعني الجربة اللي هي معناها عندها مرض، أو العورة، أو البكمة وفيها خلاف البكمة، أو العرجة، أو الهزيلة وهي العشفاء التي لا لحم فيها، هذه تسمى أوصاف ذميمة، وباعتبار أن الأضحية هي هدية يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فالأحسن والأفضل أن تكون الهدية هذيك في أجمل صورة. نرجع إلى سن الأضحية، قال ساداتنا العلماء يلزم الأضحية هذيك يكون عمرها عام، يعني الثاني من الظأن أو الثاني من البقر أو الثاني من الإبل. فالثني من الغنم أي من الظأن بقسميه، يعني نقول العلوش والماعز، فلنا يكون من استكمل أو استوفى سنة وطعن في الثانية، والثني من البقر من استوفى ثلاث سنين وطعن في الرابعة، والثني من الإبل باعتبار أن الإبل ممكن نضحي به هو ما استكمل خمس سنوات وطعن في السادسة. قال وفحول الظأن أولى وأفضل من إناثها، وإناث الظأن أولى من فحول المعز، وفحول المعز أولى من إناث المعز، وهكذا. ثم لنا عنا فتوى للإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، يقول يجوز أن يكون سن الأضحية ذيك بالنسبة للظان يكون ستة شهر، بشرط أن يكون فاخما وفي أجمل صورة. شكرا لك شيخ الإمام الخطيب محمد فوزي التومي على الإضافة، وعلى مجموعة التوضيحات اللي قدمتها لنا اليوم، لأكيد أنه السادة المشاهدين استأنسوا بها. نقعد دائما في الشأن الديني، وفي نمشي ونشوفوا معلم ديني يميز مدينة زغوان، الجامع الكبير بزغوان، وراجعين. مدينة زغوان هي من أعرق وأهم المدن التونسية التي حافظت على تراثها وطابعها المعماري، مر منها الكثير من العلماء والصالحين والمتصوفة الذين التجوا إلى جبل زغوان للتعبيد والذكر والدعاء. فيها ترعرعت الطريقة الشاذلية والتي انتشرت في الكثير من الأقطار الإسلامية، انتصب بها جامع كبير والذي يعد من أهم المعالم الدينية التاريخية البارزة نظرا لخاصيته المعمارية وزخرفيته المتميزة، إنه الجامع الكبير بزغوان.
يعود بناء هذا الجامع إلى بداية القرن السابع عشر ميلادي، ويمتاز بوجود ثلاثة مداخل بارزة على الواجهة الرئيسية، ومدخل ثانوي مسبوق بأدراج مصنوعة من حجر يشبه حجر معبد المياه. أما المدخل الرئيسي فيوجد في منتصف الواجهة، يوصل إليه أيضا عن طريق أدراج ورواق محمي بسياج من الحديد وأرضية مكسوة من الجليز من النوع التقليدي. ومن الملاحظ أن الجانب الموازي للأدراج الرئيسية مدعم بدعامة تستند على حائط الجامع من جهة، وعلى حائط المنازل المجاورة من الجهة المقابلة. أيضا أبواب هذا المعلم الديني هي أبواب ذات مصراعين مزخرفين بمسامير تتخذ أشكالا هندسية بسيطة، وهذا ما يميز أو بالأحرى ما ينفرد به هذا الجامع على بقية الجوامع الأخرى. توجد المئذنة في الواجهة الرئيسية وتمتاز برشاقتها وجمال نصبها، فهي تجمع بين البناء الحجري ودقة الزخارف الآجورية وتنوعها. تطل هذه المئذنة على كامل مدينة زغوان انطلاقا من الأحياء العتيقة، مرورا بدكاكينها القديمة، وصولا إلى أنهجها الضيقة الزاخرة بالجوامع وزوايا الأولياء الصالحين. وفي الأفق يلوح جبل زغوان الذي تكسوه الخضرة على مدى فصول السنة، استعمل في الماضي كمنارة للمراكب في البحر. أما بيت الصلاة فهو منحرف الشكل، طوله نحو 20 مترا وعرضه 15 مترا تقريبا، محاط بصحنين متداخلين، يحتوي الصحن الداخلي على محراب ورواق محمول على ثلاث عقود عمودين من الرخام الأبيض. يضم بيت الصلاة ستة بلاطات موازية للمحراب وسبعة بلاطات متقاطعة مع حائط القبلة الذي يتوسطه المحراب. كما يحتوي هذا البيت أيضا على 27 عمودا من الرخام الأبيض ذي التيجان الرومانية وثمانية وثلاثين قبوا متقاطعا وقبة مثمنة مقامة فوق المربع الذي يتقدم المحراب. يحتوي الصحن الصغير على مزولة جميلة ذي ساعة شمسية قديمة. بني هذا المحراب الجميل وسط إطار من الرخام الأسود. يظل هذا المعلم الديني متميزا وصامدا، خاصة وقد شملته أعمال الصيانة والترميم ليأوي المصلين في أحسن الظروف. هذه جولة أخذناكم في أحد أهم المعالم الدينية لميز ولاية زغوان، الجامع الكبير بزغوان. ومن الجولة في المعالم الدينية إلى جولة في عالم الطب وعالم الصحة، يحضر معنا أخصائي أمراض النساء والتوليد الدكتور صالح مرغلي. مرحبا. مرحبا بك، مرحبا بكل المشاهدين. دكتور، ربما اليوم نحكيه على موضوع ارتبط بالنساء أكثر منه بالرجال، ونحب نعرف علاش وقت اللي نحكيه على العقم عادة ولا جنرال مو منربطوه بالمرأة، وقت اللي نحكيه اليوم على العقم لدى الرجال شو نعنيه به؟ والله سؤال هذا ممكن سؤال وجيه وأحسن سؤال يتوجه،
هو سيفري احنا العقم ديما نحطوه ديما على المرأة، والمرأة هي اللي تجي ديما الداوي وتقوم بالفحوص الكل وتاخذ الأدوية وتشخيصات ساعات باهظة وساعات مؤلمة، وفي آخر الوقت بعد ما نلقاو حتى شيء يجي الراجل وقتها نعمل التحليل نلقاو السبب الوحيد هو ما عند الراجل وعنده ضعف كبير. هوني نحب نعرج باش نقول إذا كان تبع النسبة المئوية في العقم، أول حاجة مفهوم العقم حكيت عليه قبل ونعاود باش نقول عقم، يلزم الراجل والمرأة يعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد لمدة سنة ونشاط جنسي مقبول ومتوازن ما يكونش ضعيف. بعد السنة إذا كان ما فماش حمل وقتها نحكي على العقم، وقت نقوله فما يعني مشكلة. يعني قبل سنة من الزواج حتى لو كان تأخر الحمل لدى المرأة ما نجموش نحكي على العقم؟ ما نحكيش على العقم، لأنه علاش الإحصائيات تقول اللي 50% من لي كوبل اللي ما عندهم حتى مرض وما عندهم حتى إعاقة وما عندهم حتى مشكلة نتاع عقم يحبلوا 50% يحبلوا بعد 6 أشهر. فهمتني؟ دونك ماهوش ما تحطش في بالها المرأة ولا الراجل إذا كان في ظرف 3 أشهر ولا 4 أشهر ما فماش حامل معناها فما عقم، لا يلزم شوية صبر. ما نحكيو على العقم إلا بعد سنة كما قلت لك يبداو يعيشوا مع بعضهم تحت سقف واحد ونشاط جنسي متوازن باش نقولوا وقتها فما عقم. دكتور تقريبا نسبة إقبال الرجال على الكشف يظهر برشا رجال خلينا نقولوا يتحرجوا ولا ما يحبوش وإلا ما يحبوش يصدقوا اللي العقم منهم، دونك ما يمشيوش للطبيب، ما يحبوش يكشفوا، ما يحبوش ساعات يهربوا من الحقيقة. سيفري الرجال يهربوا من الحقيقة، أول حاجة ساعات يحس العقم الرجال كأنه نقص عنده، فهمتني؟ ساعات زاد الراجل يحشم باش يجي للطبيب ويقول شوفني أنا، وفما بعض الرجال اللي بكل قابلية ساعات يجي ويقول لك أنا ماذا بيا تشوفني قبل مرتي. ما تعرف احنا مجتمعنا متلمو مخلط اللي ما تنجمش ما فماش قاعدة، فما اللي يجي يقول بالله دكتور أنا ماذا بيا نتهنى على نفسي قبل شوفني أنا كان ما عندي حتى مشكلة بعد شوف المرأة. فما الحالة الأغلبية هي المرأة اللي مسكينة تعاني وتمشي وتجي وبعد في آخر المطاف ندوروا للراجل نلقاوه. ألور باش نقول حاجة، اللي النسبة المئوية متاع العقم عند الرجال هي كيف النسبة المئوية عند المرأة، معناها احنا نقولوا عندنا قاعدة ثلث اش معناها؟ وقت اللي يجي مرأة وراجل باش يعديوا على العقم كي نغزروا من الأول نقولوا فما 30% ينجم يكون الراجل، 30% تنجم تكون من المرأة، و 30% ينجم يكونوا من هوني ومن هوني. دونك براتيكمون نسبة 50% بالنسبة للراجل إذا كان ياخذ الحالة، دونك ما فماش علاش الراجل ما يجيش من الأول بويسك النسبة هي بيدها. نعم، به أسباب العقم لدى الرجال دكتور صالح؟ والله أسباب العقم متعدة ومتعدة ومتعدة برشا. الأسباب العقم فما أسباب هذه اللي يلزمنا نعرجوا عليها وننصحوا بها العباد، هي أول حاجة الأسباب الجرثومية. وقت اللي واحد ياخذ انفكسيون فما برشا يغامروا وما يحميش رواحهم ومن بعد ياخذ انفكسيون ويقعد يعاني فيها وتأثر عليه حياته كاملة. فما الانفكسيون الفيروسية، معناها فيروس كيما احنا عندنا حاجة هذايا أبو غبة اللي اكتشفنا اللي هو يتسبب برشا في حكاية العقم عند الرجال. وقت اللي أبو غبة هذا اللي زوريون اللي يتنفخوا من هوني ومن هوني الواحد نتاعهم يعطي كي يمرض به الإنسان سيرتو بعد ما يبلغ في 25% من الحالات يعطي عقم للرجال. دونك هذايا نبوي 25% من الحالات يعطي عقم الحالات 25% لا كي مش 25 من الحالات لا اللي يمرض معناها عنده متعرض ال 25 باش ياثر له على السائل المنوي نتاعو الحيوانات المنويه. دونك هذايا لي زوريون اللي نعرفوه احنا بالعربي بو غبه. فما اسباب اخرى هرمونيه، والهرمونيه هذه قليله وفيها دواء. فما اسباب اللي كيما نقولوا احنا ميكانيكيه، سيتادير كو القنوات مسدودين ما يعديوش مهلوكين، البويضات نتاع الراجل كيف كيف فيهم امراض كسوا امراض جينيه كسوا امراض كروموزوميه كسوا خداع عليها اي انفكسيون والا تضرب عليها وهو صغير. فهمتني؟ فما اسباب اخرى وقت اللي واحد يخدم برشا في السخانه برشا ما تحملش السخانه. دونك اذا كان واحد يخدم ديما في السخانه نتاع نحكي الكفور وكل شيء نجم تاثر عليه. فما حالات اخرى اللي يعرضوا رواحهم لك لي بيستيسيد دوك نتاع الدواء الفلاحه
لي برودوي توكسيك الاسمده الكيميائيه وغيرها الاسمده الكيميائيه هذه زاده نوع من الحد. فما حالات اخرى اللي الكحول برشا ماهوش باهي، الدخان كيف كيف برشا ماهوش باهي. المشروبات الكحوليه تنجم تاثر، المشروبات الكحوليه تنجم تاثر، والدخان اللي تكيف برشا متاكدين اللي ينجم ياثر ويهلك العبد. فما زاد بعض الدراسات مش منهم اللي يلبسوا السراو اللي تجين ترو سري ترو سري زاد مش باهي على لونغ، معناها بشويه بشويه ينجم يهلك الواحد. علاش نقولوا كيفاش مدخل هذا؟ لانه ديما السخانه وقت اللي يبدا ترو سري دونك سخانه اكثر وتنجم تتدخل في في الحالات هذه، والاسباب متعدده. فما هذه الاسباب بصفه عامه دكتور، لكن خلينا نقولوا مثلا في تونس تعملتش دراسات الاحصائيات باش تفيد يعني الماجوريتي الاغلبيه نتاع العقم لدى الرجال شنو الاسباب نتاعو في تونس؟ والله في العالم الكل الاغلبيه سيتو الامراض الجرثوميه الانفكسيون هذه سواء فيرال ولا بكتيريال هي اكثر حاجه اللي تاثر. وفما حاجه اخرى اللي بون يلزمني نقولها اللي فما اسباب مش معروفه، لانه توا العقم عند الراجل 30% من الاسباب ما نعرفوهاش، العلم مازال ما وصلهاش. نعرفوا كان 70% اللي نشخصوا فيها هكا من المرض الجرثوميه الهرمونيه الجينيه الكروموزوميك، اللي تضربش الراجل قبل عملش عمليه تمسش، وهذوما نشخصوه بالتصاور وبالتحاليل. واضح به. الحلول هل انه نفس الادويه ونفس معناها التريتمون اللي تاخذه المراه اللي يبدا عندها عقم هو نفسه ياخذه الراجل؟ يعني خلينا نقولوا المراحل معناها سواء في التشخيص والا في التريتمون اللي ياخذوا بعض. صحيح. بون احنا اذا كان باش نعرجوا حاجه خلينا نفهموهم، الراجل وقت اللي يجي معناها ما عندوش برشا تحاليل وما عندوش برشا اتعاب، هو عندنا تحليل واحد نعمله، هو التحليل هذا تحليل السائل المنوي تعمل في المخبر مع تقني يحلل، ومن بعد نجم نصنفوا الضعف شنو عند الراجل هذا، لانه الادويه والتدخل الطبي هو يمشي احنا واش باش نلقاو عند الراجل هذا، اسكو عنده ضعف قوي اسكو مع عنده ضعف متوسط. في التحليل هذا شنو نشوفوا؟ نشوفوا اول حاجه الكميه نتاع السائل المنوي هذه اسكو مقبوله ولا، كي تبدا اقل من 2 مليليتر معناها فما مشكله صغيره. ثاني حاجه نشوف الكميه نتاع الحيوات المنويه، اسكو فما اكثر من 20 مليون والا لا 15 مليون مقبل. ثم النشاط نتاعهم اسكو يتحركوا بالقدا ولا، ثم نوعيتهم اسكو هما بيدهم فيهم اعاقه ولا. بعد نصنفوا اذا كان الراجل ما عندوش حيوانات منويه بالكل اللي تسمى بالفرنسيه ازوسبيرمي، هذا نوع خاص. إذا كان عنده ضعف بسيط نعطيه بعض المنشطات اللي موجودين في الواحد مع شوية صبر، ونزيد نتأكدوا للمرأة لاباس وبقدرة ربي يخرج منها ما فماش إشكال كبير. إذا كان الضعف يمس الثلاثة حاجات هذوما النوعية والنشاط والكمية، بون هوني نحاولوا وقتها نشخصوا شنو ما الاسباب، اسكو عامل كما قلت لك تعفن قبل، اسكو عنده ديفاريكوسيل، هذوما الدواليب اللي يلزم، ووقتها نحدوا شنو الدواء، اذا كان هرموني اذا كان لا، اذا كان هرموني نعطيو كان يستحق الدواء فما معناها تعفن نعطيو المضاد الحيوي، اذا كان هرموني نعطيو الهرمونات، اذا كان فما ازدد في الواحد في القنوات يلزمو الجراحه. إذا كان بهذوم الكل ما لقينا حتى حلول، الحل اللي يبقى المناسب والمناسب والمناسب بالكدا، وهذا اللي تطورت فيه الأمور العلمية، وهذا بتاتر اللي يلزمه اليوم. قبل كان برشا رجال وقت اللي نلقاو العقم كبير نقولوا له الله غالب راهو ما نجمو نعملو حتى شيء، توا لا عندنا الحلول. الحلول ما اللي توجدت هذه التلقيح المجهري اعطت برشا حلول للرجال. ايش معناها التلقيح المجهري؟ احنا قلت لك نلقاو الضعف هذا فما كما فسرت لك اما الجراحه اما ادويه ونستناه، والا هذه المراكز المساعده على الانجاب. تبي يجي المساعده على الانجاب اليوم بالمخابر بالطب اللي في المخبر، ناخذوا عند الراجل الحيوانات المينونيه ولو ما تتحركش ولو تعب ولا يناقص ويقع التلقيح المباشر المجهري، مش حطهم بعض بعضهم لا، يحل البويضه نتاع المراه البيولوجي ويدخل فيها الحيوان المنوي نتاع الراجل. قداش نسبه نجاحه هذا؟ والله نسبه النجاح ابصر احنا راهو باش ما نغلطوش العباد، نسبه النجاح بالنسبه للي يوصل بيبي للاخر والا بالنسبه للي تحبل وبعد ما نعرفوش شنو. بون بالنسبه للحمل توصل 40%.
بالنسبه كون يوصل للبيبي خاطر ماك تعرف بالنسبه للطفل انبوب ولا ساعات ما تكملش يعطيك الصحه. دونك لي ستاتستيك النسب هذه ما نعطيوهاش. كي نقولوا باش المراه تحبل نقولوا فما 40% تحسبوها معناها نتيجه هذيك نتيجه ايجابيه معناها نتيجه ايجابيه تحسبوا الحمل حصول الحمل في حد ذاته في حد تجيب بيبي فما نسبه 25-30% معناها توصل الحمل الاخر وتروح من المراه من المصحه ولا من المستشفى بالبيبي نتاعها فما نسبه 25%. مدة العلاج نعرفوها دكتور فقط باش نختموا. مدة العلاج عندنا المراه اللي تبدا عندها عقم طول شويه يعني للمرأة أحيانا معناها يلزم شوية صبر، هل هي نفس المدة متاع العلاج عند الراجل وقت يبدأ عنده عقم؟ هني قلت لك أنت والحالة اسكو نقص شوية ولا برشا، إذا كان نقص شوية يلزم الطول المدة. دونك حالتين، احنا ديما راهو في العقم نقولوا طول المدة قصيرة ولا واحد ديما يمشي بعمر الراجل وسيرتو بعمر المرأة. إذا كان مرته صغيرة دونك نجموا ناخذوا وقت ما زالت المرأة واحد، إذا كان مرته كبيره شويه دونك نخافوا بعد وقت اللي احنا باش نعملوا الحلول هذه نتاع التلقيح المجاني نلقاو المراه البويضات نتاعها زادوا اضعاف يعني قداش كالسن الاقصى نتاع المراه في التلقيح الاصطناعي لازم يكون السن الاقصى؟ صعب باش نقول حاجه راهو مش معناها اي امراه كبرت ما عندهاش حظوظ باش تجيب صغار، لا بالعكس عندنا 43 و44 و25 يعرسوا ويحبلوا بعد شهرين ولا ثلاثة، هذه حاجة نأكدها. ميبقى النسبة بسيطة ماهيش كبيرة مش كيما امرأة عمرها 25 سنة. من وقتاش نقولوا التلقيح المجهري داير حتى في الأوروب والكل ما عادوش يعني من 40 سنة تولي الأمور صعيبة. وبالنسبة للراجل؟ بالنسبة للراجل لا ما عنده حتى ال 50-60 ما فماش إشكالية، ما يضعف بعد أنا مش ديما يقعد قوي، فما نسبة الضعف مش كيما المرأة. المرأة لأنه عندها الكابيتال نتاع لي فوليكول نتاعها إلي ليميتي يوفى، وفي الراجل عنده بالملايين وبالملايين وبالمليارات مش كيف ربي خلقنا هكا فهمتني. دونك هكا علاش اللي مرتبطة سورتو بسن المرأة باش ما نقعدوش في إشكالية أخرى اللي قلت لك يولي المشكلة من الراجل ومن المرأة ومن بعد يفوت الوقت والحاجات اللي كنا باش نعملوهم يولي يفوت عليهم الوقت يصعب ويفوت الوقت. ديما انا نعاود ديما نقول راهو المراه ولو حتى عمرها متقدم تنجم تحبل، راهو فما نساء من غير حتى اي تدخل طبي 42 و43 يعرسوا ويحبلوا النسبه تبدا ضعيفه، واذا كان فما اشكال في العقم يلزم التدخل بكري ما نضيعوش برشا وقت قبل ما تكبر المراه. شكرا لك دكتور صالح المرغلي اخصائي امراض نساء وتوليد على مجموعه المعلومات اللي قدمتهم لنا. شكرا. احنا باش نرجعوا الى موضوع خلينا نقول موضوع الساعة موضوع الأضاحي علوش العيد. خرجنا بكاميرا يلي معانا إلى رحبة العلالش وسألنا المواطن التونسي على سوم العلوش على المقدرة الشرائية نتاعه على الثمن، فما شكون يحب العلوش المحلي فما شكون يحب العلوش المستورد. احنا باش نشوفوا رأي المواطن في هذا التقرير ونرجعوا ونستقبلوا ممثل عن وزارة التجارة للحديث حول العلوش المستورد. علاش نشوفوا فيهم توا بقداش وقداش الاسوان؟ من 300 ل 460 يعني ما تقول يعني هذيك الزون يعني كل قدير وقدر. اسوان العلالش من 350 حتى ل 700 على خاطر شنو العلف موجود غالي كل شيء غالي، الفلاح كيفاش مش تحبوه معناها باش ينقص في السوق. ورينا علوش 350 وعلوش 700. علوش 350 مثلا اقل سوم هذايا 350. 700 مثلا ها الابيض هذا الابيض هذا حسب ما شفت ورانا علاش 350 وعلاش 700 يساعد ولا؟ ما يساعدش ماهوش معقول جم قال لك خسر عليه علفه وكل شيء ونورمال ذيك هو السوق. لكن في 10 كيلو هذاك 350 ماهوش معقول. بعد يبقى ما عادش خير.
اقل عنه 250. 250 تفضل ايش نوريك؟ هذا 250. لا سامحني نحسبوا قداش فيه الحم؟ ثم 10 كيلو. قداش؟ ثم 10 كيلو. والله ما يفوت 7 كيلو وهو متخاطر معاك. والله ما يفوت، انا فلاح فلاح، والله ما يفوت 7 كيلو. يعني حسب الشيري، يعني حسب الشيري يقولوا غالي، نحن عنا مشي غالي، خدش كارت العالبة كنت نقضيها بعشرين ولد سبعة وربعين، يعني ما عادش يعني الواحد تمرمت أكثر من، يعني هم يقولوا راهو غالي، نحن عنا مشو غالي، نحن يعني من يبيت يعز في الليل وفي النهار يعز، يعني واقف يعني هادي، والعالبة يعني ما يوصل هو يجيبه له لهنا، الكاري برك من أكثر لهنا لتونس 100 دينار. يولد من كرشوم ولا نصرفوا عليه؟ أقل علوش، أقل علوش يكون فيه 150 دينار في عام كامل يكون فيه، ويجي يقول خذوا 150 دينار. فين الربح؟ فين الربح؟ فمش حد شيء. القشار يحب يضرب العلوش 200 ألف الفوق ما عندوش كيف يخلط. لا 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 سامحني تو هذا شوف 70 كيلو ب 30 دينار. شنو يا دي السنان تبارك الله صايبه، انا درت كامل الجمهوريه السنان جبتها من عند راهم حتى الحزوه مشان يعني بي. القمع حلوني شنو هو التعلف؟ شنو هو التعلف؟ تنجم الدوله تعمل طريقه إيه وتساعد بها الفلاح اللي هي لو كان دعمته في العلفه ودعفته في التبن والقرد وليسونس الفلاح مثلا والمزود ما يخلصوش كيما العباد الاخرين. اسمي معناها يعني انا كنت نجي في كهرباء ب 50000 سامحني لحظه، انا كنت نجي في كهرباء، كنت نجي في كهرباء ب 50000 وب 70000 صبحت لهم 150000 كي نزاد المزود الفلاح مش باش يصبرها مزود معناها فما حوايج مربوطه ببعض. شنو الناس كنت تعطي في السطاك الفلاح؟ الفلاح عنده عام مره في العام يجيب علوش يبيع. ناتي إلى استضافة آخر ضيوفنا في برنامج اللي معانا لصباح الجمعة. يحضر معانا السيد أحمد المثلوثي مدير المعهد الوطني للاستهلاك. مرحبا بك. بك عايش. احنا وجهنا الدعوة لسي أحمد المثلوثي اليوم للحديث حول معرض ينظم المعهد الوطني للاستهلاك بمناسبة عيد الأضحى. سيد أحمد كان تحكي لنا شوي على المعرض هذا علاش؟ بالنسبة للمعرض هذا منها هو عملناه تحت إشراف بيع المعهد الوطني للاستهلاك، قلنا مناسبة أنه نعرف توا المدة الجاية هي العيد الكبير وفما معناها إقبال بالنسبة للمستهلك على شراء الأضحية وكل ما المستلزمات بالأضحية، فحبينا المعرض هذا يكون فرصة للمستهلك إن شاء الله غدوة يزورنا في قاعة الأخبار بالعاصمة ابتداء من الساعة 10 حتى الستة متاع العشية. موضوع المعرض هذا؟ الموضوع هو الحقيقة دور تحسيسي وتوعوي أكثر منه. احنا في المعرض هذا بحول الله مش يحضروا معنا معناها مجتمع أو أعضاء معناها المجتمع المدني كما جمعية 20 مستهلك 20 مليون مستهلك، فما جمعية البياترة كذلك الشؤون الدينية. فالمعرض هذا مش نوفره للمستهلك المعرفة الصحيحة بخصوص الناحية الدينية للأضحية وكما كان ربما الشيخ توا يتفضل، الناحية زاد الصحية عن طريق البياترة معناها لكيفية التصرف في الأضحية، نفس الشيء كذلك المعلومات اللي مش نوفرهم للمستهلك بخصوص معناها طريقة اختيار الأضحية، شنو النصائح اللي نوفروهم للمستهلك باش زاد شراء الأضحية ما يكلفوش برشا على ميزانية المستهلك. دونك وإن شاء الله غدوة المستهلك اللي مش يزورنا يلقى المعلومة اللي حاجته بها. يعني المستهلك التونسي يلزمه غدوة يجي للمعرض باش ياخذ المعلومة. احنا علاش ما مشيتوش أنتوما للمستهلك التونسي؟ احنا افكتيفمون احنا شنو قلنا اللقاء أنه مش يتم في قاعة الأخبار، وأنك تعرف قاعة الأخبار هي في شارع حبيب بورقيبة، دونك معناها حركه كبيره وغدوه يوم راحه، دونك هو بيدو المستهلك والمواطن بصفه عامه، دونك مش يهب متاكدين وانه مش يهب الوسط العاصمه يقضي وحركه تجاريه كبيره شفناها الفتره الاخرانيه اللي اقتناء معناها مستلزمات العيد. فقلنا احنا واللي ما يسكنش وسط العاصمه الحقيقه هذه الامكانيات اللي عندنا توا ان شاء الله المره الجايه ربما مثلا السنوات القادمه اللي احنا بدنا نمشيو مثلا لداخل الجمهوريه، لان هذه فرصه قلنا نبداوها بتونس العامه ونشوفوا ونقيموا، اكيد باش نقيموا وربما لما لا نزوروا مثلا مناطق الداخليه في السنوات القادمه. استاذ احمد، دور المعهد الوطني للاستهلاك هو النصح وتوعيه المواطن وتوعيه المستهلك،
ان يظهر لي غدوه باش تبداو المرحله التوعويه نتاعكم مش مأخر شويه، خاصه انه فما برشا ناس شريت وتضرت برشا، لانه نحكيو برشا على سوم العلوش السناء غالي برشا. حاولتوش تستبقوا المعرض هذايا والا هو بدايه عمليه التواصل بينكم بالمستهلك وبدايه النصح؟ تو باش تجيو للمواطن شو تقولوا له؟ ما تشريش، المواطن وحصل له شراء. بالنسبه احنا نعرفوا الاحصائيات وانه تقريبا 70 او 80% من الشراءات نتاع المستهلك هي تتم في الايام الاخرى، دونك اغلب الناس ما زالت معناها تشوف وتقارن في الاسعار. وهذاك علاش احنا من الحاجات اللي مش نوفروهم ربما ونقدموهم للمستهلك وانه يطريف في الشراء، معناها ما يزربش في الشراءات نتاعو ويستنى، لانه اليوم الوضع ما زالت ماهيش الصوره ماهيش واضحه بالنسبه للمستهلك. عندكم فكره على الاسعار كما عاد الموجود بالنسبه للاستهلاك؟ الاسعار معناها المتداوله في السوق، في السوق نعرفوا يعني فما تقريب من معدل 300 دينار حتى توصل 600 دينار فوشة دو بري. ما نحكيوش على الاسعار القصوى اللي موجوده ربما 700، وشفنا حتى في بعض الاعلام البارح وانه تقريب خروف وصل سومو مليون و70. هذه اسعار قصوى والحقيقه ما نجموش نحكيوا، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. انما نحكيوا الاسعار الاضحيه المحليه العلوش معناها المحلي. غدوه في المعرض استاذ احمد باش يكون حاضر شكون يمثل وزاره التجاره للحديث على الاضحيه المستورده اللي تم توريدها؟ احنا بيتنا معناها مناقشه معهد وطني للاستهلاك، احنا بيتنا نخدموا تحت اشراف وزاره التجاره باش نوفروا كذلك المعلومه للمستهلك انه بالنسبه للعلوش المحلي. تعرفوا انه العلوش المستورد بليتو وصل، دونك ولات الكميات ولات متواجده في السوق، وابتداء من الويكاند هذا مش يقع ترويجها لفايده المستهلك. الاسعار منتظر بحول الله مش تكون في حدود ما بين 270 و 350 دينار. دونك شنو هو السعر الاقصى 350 دينار؟ 350 دينار هذا مخبتين هكا ان شاء الله وينجموا يتصلوا بشركه اللحوم باش تكون معناها الاسعار في الحدود هذه. المعهد الوطني للاستهلاك فقط باش نخدموا باش يقوم باش يكون لجان تتنقل على مستوى الرحبه وباش تراقب الاسعار؟ هذه الحقيقه ماهوش دورنا، انما عندنا فرق المراقبه الاقتصاديه هي اللي مش معناها تتلها بالمسالك التوزيع وتقوم بزياره معناها للرحبات المنظمه، واذا كان فما مخالفات وخاصه على مستوى القشاره فيقع رفع المخالفات هذه ومعناها تتبعهم قانوني. شكرا لك استاذ احمد المفروطي مدير المعهد الوطني للاستهلاك على حضورك معنا اليوم على الاضافه. بارك الله فيك. اللي قدمت لنا وكان مازال ما شراش علوش ويحب يشري رخيص، هاي كوزاره التجاره تحط على ذمته اقصى سوم 350 دينار، واللي يلقى اكثر من 350 دينار وانه بالنسبه للعلوش المورد فما نقاط بيع معناها مش يقع فتحها بالاقليم تونس الكبرى، فما اربع نقاط وخاصه بشركه اللحوم وبرج العامري، فما نقاط بيع زاد مش يقع فتحها في ولايه سوسه، وفما نقاط بيع مش يقع فتحها في ولايه صفاقس. دونك السنه والبيع يبدا انطلاقا من الويكاند هذا السبت لحد ولا ان شاء الله مبدئيا من السبت والويكاند الى غايه ليله العيد. شكرا لك استاذ احمد المثلوثي. نمشيو لهذا النغم ونرجعوا لختام حلقتنا اليوم. احنا نرجعوا للشفوريتا، جيناك من الاول بشفنا معاك مكونات الطبق الرئيسي والمفتحات والديسير في بدايه الحلقه، ونرجعنا لك في ختامنا لحلقه اليوم من برنامج يلي معانا. يظهر لي ماكلتنا حضرت ها ان شاء الله. هذه الشربه كما نشوفوها حضرت، هذيك الشربه حاضره لله الحمد رسول الله. خضر كل خضر المنفعة منفعة صحية كبيرة، فيها صحية كبيرة. نجمو نستغنوا على اللحم ولا على الدجاج ولا على أي حاجة. وفما إضافة باش نضيفها للتونسية الفتاة الصغيرة والكبيرة ولا اللي هو واللي ما عندهاش فكرة، راهي الأكلة التونسية في ذات نفسها هي راهي الديمراج نتاعها كله فروع، أي نشيها في البارد للصحة، الفحات كي باش تقلى باش تفقد النكهه نتاعها، هريسه ولا اي حاجه يعني دونك. يعني الماكله الفحات ما يلزمهاش تتقلى، ما يلزم انا الخدمه نتاعي كلها في البارد في البارد. على الصوص اللي نشوفوا فيها تحت الفلفل المحشي شنو هي شيفه وريده؟ هذيك شويه صوص طماط مع شويه هريسه عربي مع شويه الفحات اللي تبعها. طماطم فريشكه ولا معلبه؟ لا طماطم معلبه، نجم تعمل الطماطم فريشكه احسن. اما اليوم خيرت طماطم معلبه. باهي الديسير نتاعنا، الديسير نتاعنا يظهر لي ياسر حلو فيه. لا نجم تاكل هكاك ولكن ما فيش ياسر حلو، خاطر تنجم تجبد يدك في السكر. التمر ماهوش مخلط معاه للديكور ومغذي التمر.
الفاكهه الجافه كيف نعم. كيف الحليب مغذي وصحه وبالشفاء. صحه وبالشفاء. شكرا لكم، شكرا لكل من كان في متابعتنا في حلقه اليوم من برنامج يلي معانا. رافقناكم على امتداد ساعتين من البث المباشر من خلال مجموعه من الفقرات المصوره بين العيد، بين مجموعه من الضيوف، ايضا الفقره الدينيه، فقره التغذيه، ايضا ممثل عن وزاره التجاره قدم لكم بعض النصائح على حول شراء أضحية العيد. دكتور صالح المغربي أيضا كان حاضر معنا، تحدثنا على العقم لدى الرجال. هكا نوصل الختام وموعد الليلة. أنا إن شاء الله نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت انطلاقا من الساعة 9 صباحا. من الغد مخلي نشوفكم، إلى اللقاء.